صباح الخير عليكم، صباح الربح والتيسير على كل متتبعين ومتتبعات قناه خميسه كرياسيون. نتمنىكم بالف خير. دونك هذا الفيديو هذا كتشوفوا حاطه الكرادات ديال الخضره ديال الكوزينه، ولكن ما غندخلوش للكوزينه، غنبقاو دائما في لاتوليي ديال اعاده التدوير والصباغه. دونك انا اختاريت هذا الشكل هكا، تختاروا اي كراده عندكم ممكن تخدموا عليها، ماشي ما كاين حتى شي مشكل. دونك انا اختاريت هاد الكاده، ولا كيبان لكم هنايا راني رشمت عليها واحد رشيمه بالقلم الرصاص. تقدروا تختاروا ثاني الزواقه اللي بغيتوا والرشيمه اللي بغيتوا. وغادي ناخذ الكاويه اللي يعني ما عندهاش شي سميه واحده اخرى من غير الكاويه، من نهار عرفتو حنا تنقولوا ليها الكاويه، راني ديجا كنت مسخناتها. وغادي نبدا كنرسم بها على هاد القطاعه هذه ديال الخضره. ناخذ الكاويه ديالتي وغنبدا كنتبع الزواقه على كيا. يا شويه كتشبر الوقت، حاول ندير شي طريقه باش تبان لكم. يعني حتى الا شي شويه ما جاتكمش الرشمه مقاده، معليش الشنبات ديالها. هذه هنايا الورقه ديال الداليا ديال العنب، حين درت زعما سليله ديالت لي فخوي هي اللي درت هنايا. يعني دابا انا غير كنطراسي، ومن بعد غادي نعاود نرجع باش غادي يعني نوحد اللون ديال الرشمه. دونك هكايا غادي نمشي. عرفتوا اش تيبان لكم؟ غادي نحاول واقيلا نعلي هذا باش تبان لكم الخدمه. دونك انا عليت شي شويه هاد الكواضه باش يبان لكم الخدمه اللي كندير. كل واحد يشبر هذه كيف ما تحكم فيها ممكن يشبرها. فوالا غادي نستمر هكذايا. اللي كتقهروا الريحه ديال العود ممكن يدير ان بتي ماسك على وجهه، لان الريحه ديال الحريق تقدر شي واحد اللي هو ما تعجبوش. يعني من الاحسن يدير ان بتي ماسك على نيفو، ولا يكون حال الشرجم يخدم في شي بلاصه مهويه هكايا، غير باش ما هذيك الريحه ما تبرطوش في النيفو. مي سينو اللي ما عندوش مشكل راه يخدم بلا ما هادي واخا هكا كتسخن شي شويه من هنايا، ردوا بالكم تلسعكم. اللسعه ديالتها شويه صعيبه، عرفتوا سينو هادوك لي ديتا. يعني تحاولوا ديروا شي رشمه اللي تكون شويه سهله، ما يكونوش فيها بزاف ديال لي ديتا هكايا. واخا على الاقل غير في الاول تدرب يديكم، وحيت على حسب العود. كاين العود اللي دغيا، بس اسمح، كاين العود اللي هو دغيا تيتحرق، يعني ما تيمحنش في الخدمه ديالته. وكاين العود اللي كيشبر شويه الوقت، في يعني خاصك تراسي وتعاود باش يلاه تبان الزواقه. هذا انا العود اللي خدامه عليه، العود ديال الكركاع. كاين اللي عنده دوك لي بلونش العاديين ديال البواغوج، ولا المهم اي كراده ديال العود عندكم بغيتو تزوقوها هكايا زوقوها. فوالا بحال هكدا غادي نستمر هكايا. غادي نزرب الفيديو باش ما غاديش نطول عليكم، ياك، حيت يعني ما كايناش شي حاجه واحده اخرى اللي غادي ندير، غير انني غنستمر
فهاد الطريقه هكا هي ديال الحفير. طريقة الرسم ديال العود على الكاوية، فوالا هكايا. نعاود ندوز مرة واحدة أخرى، فهمتوا؟ يعني ندير مرة الأولى حتى نطراسي، وعاد بالتالي نعاود ندوز مرة تالية بحال كنحفر شي شوية. حاولوا هذه ما تحط لكمش لأن غادي تحرق لكم العود، يعني يبقى مهزوزا غير راس بوحديتو اللي ديال الكاوية هو اللي يتحط. وعاد ردوا بالكم على الحريق ولا تلسعوا، ولا اذا كان وحدكم الوليدات ولا شي ردوا البال يجي وحدكم ويقيسوها، لان تسخن تتولي نيت تتلسع. شنو تحط لي هاد الفيس هنايا، غنمشي انا بهذوك الخطوط اللي هو ساهلين طوالين، عاد غادي نرجع لي ديتاي. يعني كل واحد يشبر الكاويه بالطريقه اللي غادي يستحكم فيها، يشبرها هكا، يشبرها بحال ستيلو كيف ما بغى. المهم هو يكون مرتاح في الخدمه ويستحكم فيها في يدو. هيا دابا غادي نطراسي هاد البعويده.
الكراده ديالتي في الرسم، تختاروا اي رشمه بغيتو، يعني شي رشمه تكون خفيفه ولا تختاروا هكايا، مما على حسب الكبر ولا الصغر ديال هذيك الكراده اللي عندكم غادي تختاروا عليها رشمه. بحال هكايا غادي نوريكم وحده اخرى عاوتاني هي صاوبتها هذا الشكل هكايا. كيف قلت لكم ديروا اي زواقه، يعني على حسب لا فورم ولا على حسب الكبر ديال الكراده. فكره اخرى غادي نوريها لكم حتى هي، حتى هادو هكا باش يبقاو باينين لكم. حتى هاد المعالق هادو ممكن حتى هما نديرو فيهم شي حويجه هكا يا صغيوره، ولا نديرو في الفوق هنايا. هنا راه ممكن هادي نحركو بهم، وهادو ممكن نقادو فيهم ونستعملهم، راه ما غيجرى لهم والو، لان ماشي شي حاجه فوق منهم تحفر، راه هو يا محفر بالعافيه، يعني ما خفتو عليهم حتى شي حاجه. دونك هادي هي الفكره ديال نهار اليوم، كنتمنىها انها تنال الاعجاب ديالكم. تجربوها سهله، حاولوا تختاروا رشمه اللي هي يا صغيره، واختاروا حتى العود ديال هذيك الكراده ما يكونش عود قاصح، اللي يكون هو شويه ساهل دغيا يتحفر. هذا طلب شويه واحد الجهد، لان العود ديال الكركاع شويه عود قاصح، دونك كان عليا انني نورك عليه مزيان ونعاودو. مابقى لي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.